الحرف اليدوية في وسط مدينة السويداء يجمع مهارات السيدات الثمانية اللواتي يزداد عددهن يوما بعد يوم، ويعرضن من خلاله منتجاتهن التي تعتمد في أغلبها على تدوير توالف البيئة والاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات تتميز بالإبداع والجودة العالية. نحن مجموعة صبايا التقينا بمعرض من المعارض، فحبينا إنه نشترك ببيت واحد، فعملنا هالمحل، وكان يعني بيشمل عدة حرف يدوية، منا مثلا صناعة الفخار، منا صناعة الألعاب أو مثلا الأشغال اليدوية مثل حياكي. نحن هناك بمشروعنا في عنا كثير شغلات إعادة تدوير، مثل الخدق اللي نحن ما بنحتاجها، بنعمل منها سجاد، بنعمل منها ديكور. عنا كمان الخيش استخدمناه بكثير أمور مثل المفارش ومثل الجزادين. حبيت أدعم حالي بشي أو يصير عندي ثقة أكثر بحالي، صرت أرسم على الخشب طبعا الطبيعي مثل ما أنتم شايفين، بألوان بسيطة بالألوان الأكريليك. حبيت أني أصير أنتج لحالي، يعني يكون دعم لإلي. بدعيهم يعني أنه المرأة قادرة أنه تشتغل حتى لو أنه من بيتها، قادرة أنه تصنع شيء تستفيد منه، ويعني يرد عليها بمردود مادي. دعم هذه المشاريع وتطويرها وإيجاد آليات تسويق مناسبة من شأنه توفير فرص عمل وتأمين مردود جيد يساعد الأسر في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع، بالإضافة إلى تشجيع الاستفادة من كل ما هو تالف وتحويله لمنتجات ذات قيمة وبتكلفة بسيطة. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.